أهلا بكم من جديد. أعلنت شركة موديرنا الأمريكية اليوم الاثنين أن لقاحها التجريبي ضد فيروس كورونا أظهر فعاليته بنسبة نحو 95% حسب نتائج مبكرة لاختبار سريري على أكثر من 30 ألف مشارك. وتأتي نتيجة الاختبارات السريرية لشركة موديرنا في النطاق نفسه لنتائج أعلنت عنها شركة فايزر وبيونتك، حيث أعلنت الأسبوع الماضي أن فاعلية لقاحهما ضد فيروس كورونا تبلغ 90%. والميزة الرئيسية للقاح موديرنا وفقا للأطباء أنه لا يحتاج إلى تخزين شديد البرودة بعكس لقاح فايزر، مما يسهل عملية توزيعه. وفي بريطانيا بدأت شركة يانسن للصيدلة، وهي الذراع لمجموعة جونسون أند جونسون الأمريكية، المرحلة الثالثة لاختبار لقاح مرشح ضد فيروس كورونا على نحو 6000 متطوع بريطاني ضمن سلسلة التجارب لإيجاد لقاح محتمل للفيروس. وهذا هو اللقاح الثالث من نوعه الذي يدخل مرحلة التجارب السريرية في بريطانيا مع لقاح أوكسفورد ولقاح شركة نوفافاكس الأمريكية. وتعليقا على بيان شركة موديرنا، قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن: الأنباء عن لقاح ثان لفيروس كورونا تبعث على المزيد من الأمل، لكننا ما زلنا على بعد أشهر من اللقاح. وأضاف بايدن أنه على الأمريكيين مواصلة الالتزام بالتباعد الاجتماعي واستخدام الكمامات للسيطرة على تفشي الفيروس. في حين قال وزير الصحة الأمريكي أليكس عزار، قال إن اللقاح الجديد ضد فيروس كورونا الذي طورته شركة موديرنا سوف يمكن الولايات المتحدة الأمريكية من تطعيم عشرات الملايين من الأشخاص قبل نهاية هذا العام. وأضاف عزار في لقاء مع شبكة ABC أن شركتي موديرنا وفايزر سوف توفران ما يكفي من اللقاحات للأشخاص الأكثر عرضة للفيروس قبل نهاية هذا العام. بعد 10 أشهر من الإعلان عن أول إصابة بالفيروس في أراضينا، توصلنا إلى اكتشاف لقاح للشعب الأمريكي تصل نسبة فعاليته إلى أكثر من 90%. نأمل أن يكون لدينا بفضل لقاحي شركتي موديرنا وفايزر ما يكفي من الجرعات بحلول نهاية ديسمبر لتطعيم 20 مليونا من مواطنين الأكثر عرضة للخطر. وينضم إلينا عبر سكايب من ميشيغان الدكتور علي فطوم، أستاذ علوم البيولوجي وتقنية النانو بيولوجي بجامعة ميشيغان. أحييك دكتور علي. إذن لقاح ثاني في الطريق بعد لقاح فايزر وبيونتك، وهو لقاح موديرنا. ما الفارق بين لقاح موديرنا وفايزر؟ وفي الواقع لا يوجد فرق بين الاثنين، هو نفس التقنية، والتقنية طبعا تستعمل للمرة الأولى، وهذا جيد جدا. الفروق بسيطة جدا وهي ليست مهمة. الشيء الأساسي هو أن لدينا تقنية جديدة أثبتت نجاعتها بصورة فائقة وممتازة بالحالتين، حالة فايزر وحالة موديرنا، وهذا يعطينا أمل في تطوير لقاح قريب جدا واستعمال لقاح وطرحه لاستعمال الناس. نعم، أعتقد دكتور نحن كنا تحدثنا في المقدمة عن فارق رئيسي، مسألة التخزين. لقاح فايزر وبيونتك يحتاج إلى أكثر من 70 درجة مئوية تحت الصفر بالطبع في مسألة التخزين. لقاح موديرنا يحتاج فقط إلى 20 أو أقل من الدرجات المئوية، وحتى ممكن يوضع في الثلاجة لمدة شهر. فهل هذا صحيح؟ أعتقد ده اختلاف جوهري. نعم، الاختلاف هو في درجة الحرارة التبريد العميق، بمعنى أن فايزر يحتاج إلى 70 درجة مئوية تحت الصفر، بينما موديرنا يحتاج إلى 20 درجة مئوية تحت الصفر. قضية التخزين هي قضية مختلفة. الشهر أو استقرار وعدم خراب اللقاح في درجة حرارة عادية 4 درجات مئوية في الثلاجة، يعني أن بعد إذابة العبوة التي تحمل اللقاح وتستعمل لمدة 30 يوم، وهذا يعطي مجال ونافذة لأن يكون هذا اللقاح موجود عند في عيادة الطبيب
الطبيب وممكن أن يستمر لمدة 30 يوم، هذا يعطينا أكثر مرونة في التعامل مع اللقاح، بينما بعد إذابة لقاح فايزر نستطيع استعماله فقط خلال 5 أيام. وهذول هاي القضيتين يعني أساسيتين، زائد قضية التوزيع. ناقص 20 درجة مئوية التركات أو الشاحنات موجودة في لهذا التبريد. ناقص 70 درجة مئوية تحتاج إلى تقنية جديدة وإلى بنية تحتية جديدة غير متعارف عليها حتى الآن، وبالتالي سيكون هنالك مشكلة قليلا حتى تحل هذه المشاكل، وهي في طريقها إلى الحل. ولذلك التوزيع أعتقد لوجستيا وارد بالنسبة للتنين. الشيء الأساسي هو نافذة استعماله بعد إذابته 5 أيام مقابل 30 يوم، وهذا لا. طبعا يعطينا الفرق الشاسع بين التنين. لقاح موديرنا لا يختلف عن لقاح فايزر في مسألة الاستخدام، هو أيضا عن طريق الحقن، وعلى جرعة يعطى على جرعتين، ما بين كل جرعة والأخرى حوالي 3 أسابيع على ما أعتقد. هل هذا صحيح دكتور؟ نعم، هو لأنه طبعا جسمنا لا يعرف أو ليس لديه ذاكرة للسبايك بروتين لفيروس الكورونا، وبالتالي نحتاج إلى إعطائه على حقنتين 4 أسابيع، يعني في أول حقنة و4 أسابيع بعدها الحقن الثاني، وطبعا نصل إلى مستوى عالي من المناعة بعد أسبوعين من تلك الجرعة الثانية. إذا لدينا 6 أسابيع خلال هذه الفترة حتى نصل إلى مرحلة المناعة الكاملة أو المناعة المثلى. نعم. الآن السؤال طبعا لسه قضية مفتوحة، هو هل حقنة واحدة تعطينا نوع من الراحة ونوع من المقاومة الإصابة خلال فترة ال6 أسابيع؟ هذا سيظهر في تحليل النتائج النهائية للدراسة السريرية الثالثة. لكن أعتقد دكتور أيضا بجانب السؤال اللي حضرتك طرحته، هو مهم، في سؤال آخر أعتقد أيضا مهم دكتور علي، فكرة عندما سيأخذ شخص هذا اللقاح حتى بعد الجرعتين، هل المسألة ستنتهي؟ يعني لن يصاب بكورونا أبدا على الإطلاق أم لفترة محددة؟ فهل هناك إجابة لهذا السؤال؟ نعم، سؤال جيد جدا. طبعا لحتى الآن لا نعرف بالضبط مدى، إلى أي مدى ستبقى هذه المناعة موجودة. إذا المدى الطويل للمناعة شيء قضية لا نعرفها حتى الآن، وسنعرفها نتيجة لأنه استمرار الدراسة السريرية ومتابعة الناس الذين أخذوا هذا اللقاح لفترة طويلة، ونرى هل هذه النجاعة ل 95% و 90%، هل هذه النجاعة ستستمر لمدة سنة؟ آخذين بالحسبان أنه الكورونا ليس كالإنفلونزا، من تجربتنا مع الكورونا أنه يتواجد على مدار السنة، وبالتالي هل متى نستطيع أن نعطي حقنة مشجعة ثالثة مثلا؟ هل هذا وارد أم لا؟ هذا الشيء طبعا يعتمد على جمع المعلومات والاستمرار بجمع المعلومات. ولذلك عملية ترخيص من الـ FDA هو ترخيص ما يسميه Emergency Use Authorization، بمعنى أنه تحت طائلة الطوارئ، وبالتالي هنالك أشياء أخرى وأبحاث ودراسات ستستمر لكي نستحصل على جميع المعلومات والتي ستعطينا الصورة الأمثل وكيفية التعامل مستقبلا مع هذا اللقاح، وطبعا إمكانيات أن نعطي حقنة ثالثة وحقنة رابعة على فترة سنوات مثلا. طيب، أنا أعلم أن هناك شح في المعلومات فيما يخص حتى سواء لقاح فايزر أو موديرنا أو جميع اللقاحات حتى التي ستأتي في الطريق، لكن فكرة الأعمار السنية، يعني لمن سيعطى اللقاح موديرنا أو فايزر؟ يعني هل سيعطى لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة أيضا لصغار السن، أم ستحدد يعني أعمار معينة ستعطى لها هذا اللقاح دكتور؟ يعني نعم، يعني سؤال ممتاز أيضا، لأنه طبعا احنا ما تحدثنا عن بعض التفاصيل في النتائج التي حصلت عليها موديرنا،
موديرنا في لما نظروا إلى 95 حالة التي كانت في الدراسة حتى الآن، كان هنالك 35 حالة أخرى من هذه الحالات موجودة في المسنين الأكبر من 65 سنة، وأيضا 10 حالات في الهسبانيك وذوي البشرة السوداء. وبالتالي هذا يعني أن نجاعة اللقاح في هذه الحالة كان نجاعة في جميع فئات المشتركة في الدراسة. إذن هنالك أمل بالنسبة لهذا الموضوع. وهو أن المسنين سيكون لدينا مناعة ضد من هذا تنتج من هذا اللقاح. الآن الأولويات المطروحة الآن هي الأولوية الأولى هي للطواقم الطبية الموجودة في الصف الأول أو في مقدمة القتال ومكافحة الوباء. ثانيا عندنا المسنين ما فوق 65 سنة، لأنه في هذه الحالة كمية الوفيات هي كمية عالية عند هؤلاء، وبالتالي هنالك تدريج الى طبعا الناس ذوي الوظائف المهمة، مثلا في الأطباء، الأساتذة المدارس، أساتذة الجامعات، وطبعا يبدأ في التفصيل الى الفئات الأخرى في المجتمع. طيب دكتور، ماذا عن الأطفال؟ يعني هل سيقومون بإعطاء يعني هذا اللقاح سيكون للأطفال أيضا، أو له مثلا نسخ لصغار السن، أم الأطفال لن يعطوا من الأساس لقاح؟ نعم، كان هنالك توصية من قبل الـ FDA أن يجب العمل على إدخال الأطفال في هذه الدراسات في السرعة الممكنة. وبالتالي طبعا لا نستطيع أن نأخذ اللقاح من الكبار إلى الصغار بدون الدراسة، وأعتقد أن هنالك دراسات ستكون قريبة جدا بالنسبة للأطفال. في طبعا نأخذ من جيل السنتين إلى جيل 18 سنة، طبعا هنالك نوع من التدرج في النزول بالنسبة للجيل. إذا سيكون هنالك دراسات على الأطفال، وهذا طبعا سيعطينا الإمكانية أن نوسع ما أخذين بعين الاعتبار أن هنالك فئة من الأطفال قد يكون لديها أمراض التي تؤدي في نهاية الأمر إلى خطورة معينة. مع هؤلاء نأخذ عملية الخطورة بالنسبة والفائدة بعين الاعتبار والدخول هناك. أما بصورة عامة للأطفال أعتقد سننتظر حتى تكون لدينا هنالك دراسة معينة. دكتور، درجة الأمان لهذه اللقاحات هل هي كبيرة؟ يعني اللقاح من الممكن أن يمنع عني الإصابة بالكوفيد أو كورونا، لكن هل من الممكن أن يكون له تأثيرات أخرى سلبية على حياة الإنسان بشكل عام، أم أن هذا الأمر مضمون يعني؟ ليس لا شيء مضمون، ولكن من النتائج التي حصلت في الدراسات السريرية لا باندرنا ولا فايزر كانت السلامة شيء جيد وممتاز، بالنسبة لأنه لم يكن هنالك عوارض جانبية صعبة في الناس. بتحكي نتحدث احنا عمالين على 44,000 وعلى 30,000، ولذلك العوارض الجانبية لم تكن بتلك الصعوبة. ثانيا ان ال 11 حالة صعبة في دراسة موديرنا، هذول الحالات الصعبة كانت موجودة في فرقة المراقبة وليس في الفرقة التي اخذت اللقاح، وبمعنى ان خلال هذه الفترة لدينا الان وضع صحي وسلامة صحية لهذه اللقاحات، تعطينا نوع من السكينة بأنه لا يوجد هنالك خطورة حتى في المرحلة الحالية، وهي طبعا الفترة التي تعرضنا فيها للقاح وهي ما هي فترة أشهر. السلامة ستستمر طبعا النظر إلى السلامة إلى المستقبل، وطبعا متابعة الدراسة إلى مدة سنة حتى نرى إذا كان هنالك مشكلة سلامة أم لا.
بصراحة دكتور، يعني هل هناك تسرع من قبل هذه الشركات، تسرع تحت الضغوط الاقتصادية، تحت ضغوط أن العالم كله شبه متوقف بسبب كورونا، أو حتى فكرة يعني الجزء المالي والاستفادات المالية والربح، ولذلك هناك حالة تسرع، فمن الممكن أن يكون هناك ما زالت الاختبارات لم تكتمل بالشكل المطلوب، أم أن هذه الأمور محسومة يعني؟ نعم، احنا نتحدث على تطوير اللقاح خلال فترة طوارئ. في هذه الحالة إذا عملية الترخيص ليست ترخيص نهائي، ترخيص لفترة الطوارئ، بمعنى نحتاج إلى زيادة من النتائج وزيادة من الأبحاث. الآن طبعا هنالك نتيجة لذلك نحتاج إلى نوع من العلاج، نوع من الوقاية لأجل العودة إلى حياة نوعا ما طبيعية في هذه الحالة. إذا هنالك إمكانية أن نعود إلى حالة طبيعية بوجود هذه النتائج الممتازة من ناحية النجاعة، نعم، وأيضا المقبولة من ناحية السلامة. طيب سؤالي الأخير حتى لو أصيل عليك دكتور، فيما يخص عملية التوزيع، البعض يتحدث عن الشهر القادم من الممكن أن تبدأ عملية التوزيع أو بعد القادم، لكن في النهاية يبقى على مستوى العالم يعني وصول اللقاح لبقية دول العالم وليس أمريكا والغرب، في اعتقادك متى سيكون؟ أنا فأعتقد أنه هنالك استعداد لتوزيع اللقاح في الولايات المتحدة في اليوم الثاني لقرار الـ FDA بقبول النتائج وإعطاء الضوء الأخضر. بالنسبة للدول الأخرى طبعا بأعتقد يعتمد على الإنتاج، إذا كان هنالك إنتاج طبعا سنكون قادرين أنه نوزع، ولكن الفترة القادمة يعني ما أنتج حتى الآن سيذهب إلى الدول التي حجزت مكانها في هذا الدور التوزيع. إذا نعتقد أنه خلال أشهر يعني خلال ما النصف الثاني أو الربع الثاني من السنة الآتية سيكون لدينا توزيع بصورة أوسع من ما سيكون لدينا في شهر ديسمبر وبداية الشتاء. نعم دكتور، أنا لن أطيل عليك أكثر من ذلك حتى على الأقل ترد على هاتفك. الدكتور علي فطوب أستاذ علوم البيولوجي وتقنية النانوبيولوجي بجامعة ميتشيغن، كنت معي عبر سكايب مباشرة من ميتشيغن، شكرا جزيلا لك. ومشاهدينا الكرام، في نفس السياق دخل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في عزل ذاتي لمدة أسبوعين بعد أن خالط مصابا بفيروس كورونا. وقال جونسون في مقطع مصور اليوم الاثنين، قال إنه بصحة جيدة وسيقود الحكومة عبر تطبيق زوم. الأخبار الجيدة أن وحدة الفحص والتعقب التابعة لخدمة الصحة الوطنية تعمل بشكل أكثر فاعلية. أما الأخبار السيئة فهي أنه علي أن أعزل نفسي لأنني خالطت قبل بضعة أيام شخصا مصابا بكوفيد 19. لا يهم إذا ما كنا كلنا نطبق التباعد الاجتماعي أو إذا ما أصبت بالمرض، أنا بصحة جيدة جدا وجسدي مليء بالأجسام المضادة، يجب علينا وقف انتشار المرض. وقال الدكتور إبراهيم زيات عضو مجلس